كثير حبيتهم، رح استغراضي ونرجع نعمل قهوه وبناكل. يلا اوكي، جبت لك صور الباك جراوند اللي طلبتهم، شوفهم وخلينا نقعد سوا بعدين. سما كيفك؟ منيحة أنا، مثل ما أنا، أنت كيفك؟ وأنا مثل ما أنا. تعرف كثير كثير لابق لك ستايلك هيك، يعني مع الشوز طالع كاجوال، خليك هيك عم تلبس دائما. ثانك يو. وأنت اللي بقلك الأخضر كمان. شكرا. صحيح كيف كانت سفرتك على سويسرا أنت والست سيرين؟ إن شاء الله تحسنت أمه. يعطيك العافية. انت ليه موتر؟ شو في؟ ليه مانك على بعضك؟ ابدا بالعكس كثير منيح. مالك؟ انا بعرف شو في. مثل شو؟ احكي. لو كل حفلة عيد ميلاد وبتقطع يا زلمة ما تكبر لي اياها، شو بك موتر؟ ليك انا نقيت خمسة نقي وحدة. تصرف انت يا رامي، انت نقي. اوكي. دانيال عابتني، شو في؟ خلينا نطلع من هون، كثير مخنوق، كثير متضايق. لوين بدك تروح؟ ما بعرف، اي مكان. ايه بعرف مطعم هون بيعمل ستيك مع ذهب، بيطير ضبانات العقل. اصلا نحن لازم نطلع لانه كل يوم شغل 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 شغل، ما بيصير هيك. انت مالك اسعد وانا دانيال حلاوي، لازم نشوف الناس، لازم نشوف مجتمعنا، لانه مو كل الوقت شغل 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 شغل. شو بك؟ ليش هيك وشك؟ ما في شيء، ما في شيء. كيف ما في شيء؟ وشك ما بيتفسر، احكي شو في؟ ولا شيء. ما بدك تحكي هون؟ لا بتحكي لي بالمطعم. خير سما؟ شكرا. نعم بيردوا. استاذ مالك فيني اطلع؟ لوين؟ شي خاص. شو هو الشي الخاص؟ سوري اكيد انا مو من حقي اني اسالك. فينك بس ما تطولي، ارجعي فورا. حاضر ما بطول. شكرا. ما عم بيردوا، رح ابعث لهم مسج. دانيال يلا